بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. تعالى افهم النتيجة الجديدة اللي انت مش فاهمها، شرحها مدرس محترم في مدارس ستيم سكولز، مدرس رياضيات. بيقول لك أول حاجة تعالى نعرف يعني ايه درجات التقييم الجديد اللي محدش فاهمها. ببساطة كده، لو انت جبت في الكيمياء 90 من 100، ركز معايا، انت جايب في الكيمياء 90 من 100 وفي الرياضة 80 من 100، يبقى انت شاطر في الكيمياء ولا في الرياضة؟ الطبيعي انك هتقولي شاطر في الكيمياء عشان جايب فيها 90 من 100. قال لي لا، احنا ما بنحسبهاش كده. امال بتحسبها ازاي يا سيادة الوزير؟ طبعا قال انا بعمل ايه، في الاول بشوف الناس جايبة قد ايه في الامتحان، يعني مش انت بس، انا ما بقيسش درجتك انت ان انت جايب 90 من 100 و80 من 100، لا انا ما بقيسش كده. فعشان كده الاستاذ بيقول الفهم الخاطئ السائد عند الجميع، الناس كلها بتقول ان انت كويس في الكيمياء احسن من الرياضه يعني. قال لا، قال لي الكلام ده مش صحيح، اللي جايب في الرياضه 80 من 100 اقل من 90%، فده الطبيعي. قال لي لا، انت ممكن تكون جايب في الرياضه 80 من 100 بس الاول على المدرسة في الرياضة، يعني محدش في الرياضة جاب 80 من 100، او جايب 80 من 100 بس فوق متوسط مستوى طلاب الجمهورية اللي هم النقطتين اللي انتوا عارفينهم دول. فطالما انك انت فوق متوسط الجمهورية، حتى لو انت جايب مثلا 60 من 100، فمعنى كده انك انت جايب امتياز في المادة دي. 60 من 100 وجايب امتياز؟ ايوه، ما هو ما بيقيسهاش بالدرجات، امال هو بيقيسها ايه؟ بيقيسها انك انت احسن من غيرك، انك انت احسن من كل الناس، فاهمينها بقى؟ يبقى النتيجه اصلا كلها منحصره في موضوع متوسط الجمهوريه، انت فوق يبقى انت احسن من الاخرين، انت تحت يبقى انت اقل من الاخرين، وضحت اول نقطه؟ تمام، طيب. فكده معنى كده انك الاول في انك الاول على المدرسه في الرياضيات، لان الامتحان كان صعب وطويل مثلا يعني، او ان الوقت بتاع الامتحان كان غير كافي، او ان الاسئله بتاعت الامتحان كانت صعبه، بس انت اجتهدت في الصعب ده، يبقى انت كده اتفوقت، يبقى انت الاول، وانت كده اشطر ماده فيها هي الرياضه مش الكيمياء اللي انت جايب فيها 90 من 100، لان غيرك جايب في الكيمياء 95 من 100، فيبقى انت مش شاطر في الكيمياء، لكن انت جبت اكتر منهم في الماده دي، فانت اشطر واحد فيها. وضحت؟ وطبعا هتبقى معكوسه، اللي جاب اشطر منك في الكيمياء يبقى هو ايه؟ يبقى هو الاعلى. طيب دي النقطه الاولى، تمام؟ في المقابل بقى، ان كنت الاخير على المدرسه، خلي بالك بقى في دي، تمام؟ بيقول لك لان الامتحان كان صعب وكان وقت طويل وغير كافي. في المقابل ان انت كنت الاخير على المدرسه في الكيمياء، لان امتحان الكيمياء كان جاي من الكتاب بالنص، يعني كانت حاجه سهله ومسائل سهله وكان سهل جدا، فكل الطلاب قفلوا الامتحان. هنا انت اشطر في الرياضه لانك الاول على الدفعه، بالرغم من انك جايب اقل ايه؟ اقل من ما انت جايب في الكيمياء. الكيمياء من 80 وال 100 الكيمياء من 100 والرياضه من 100، بس انت جايب في الكيمياء 90 واخر واحد في المجموعه، وجايب في الكيمياء 60 وجايب في الرياضه 60 واول واحد في المجموعه، يبقى انت كده ايه؟ اشطر في الرياضه. وضحت؟ طيب من جهة أخرى، عندك التنسيق بتاع الكليات بيعتمد على درجتك أم بيعتمد على ترتيبك؟ الوزارة بتريح الطالب وتعطي له الدرجات في المادة، ولكن التنسيق بيعتمد على ترتيبك مش على درجتك. يا حتة برضو رخمة تاني، ازاي بقى؟ هو بيقول لك ان التنسيق لما تيجي تخش الكليه، انا عايز ادخل كليه طب احسن ناس على الدفعه. طيب احسن ناس على الدفعه اللي جايبين درجات عاليه اكيد، بس هو لغى موضوع الدرجات. امال عملها ازاي؟ عملها ان متوسط الجمهوريه كله ينحصر في النقطه دي، اللي هيعدي المتوسط هيبقى هو الاحسن في الدفعه، تمام؟ فمثلا شوف المثال وانت هتفهم. مثلا لو الاول على الجمهوريه جايب 80%، يبقى كده كليه الطب هتاخد من 80%، تمام؟ هو ده الفهم السائد، اعلى واحد جايب 80% مثلا، يبقى كليه الطب هتاخد كده. طب عشان كده لو عايز تعرف درجتك الحقيقيه، لازم تعرف ترتيبك مش درجتك، يبقى انت سيبك من موضوع الدرجه، تمام؟ لان هو هيلغي النمر والدرجات اصلا، يبقى انت لازم تعرف ترتيبك. عشان كده ده في عباره برسنتايل الاحصاء في مفهوم اسمه نسبه مئويه من 100، تعطي درجه ترتيب، يعني هو عايز درجة ترتيب في حاجة اسمها برسنتايل، اللي هي نسبة مئوية في الإحصاء. النسبة المئوية دي بتعطي ترتيب. مثلا لو هناك 1000 طالب، هو بيدخل عدد الدفعة كلها، لو في 1000 طالب وانت الأول على 1000 ده، درجتك تبقى 100. طب لو كنت العاشر هتكون جايب 99،
ولو كان ترتيب الربع، لو كان ترتيبك الربعمية هتكون جايب 60، ولو كان ترتيبك السبعمية هتكون جايب 30، ولو كنت الأخير هتكون جايب 0. ده مش معناه أنت ناجح أو راسب، ممكن تكون الأخير وانت درجتك في المادة 95 من 100. ليه؟ لأن الناس جايبة أكتر من 95%، ده جايب 96 وده جايب 97 وده جايب 98. فهمتوها؟ فهنا بقى الموضوع موضوع ترتيب وليس درجة، في كل مادة مش في النتيجة كلها، في كل مادة. طيب هضرب لكم مثال بسيط. أنت اعتبر الامتحان من 10، اعتبر الامتحان من 10 وأنت جايب 8 من 10 في مادة، وجايب 6 من 10 في مادة تانية. المادة اللي انت جايب فيها 8 من 10 الناس كلها جايبة 8.5 و9 وجايبة زيادة عنك، يبقى انت كده مالكش ترتيب وانت من الاخير، عشان الناس كلها جايبة زيادة عن 8. المادة اللي انت جايب فيها 6 من 10 محدش جايب 6، كل الناس جايبة 5 و5.5، يبقى انت الاول فيها. يبقى هو بيقيسها بمستوى الطلاب الاخرين، مش انت جايب كام من كام، لا ما بيحسبهاش كده. هو النتيجة مش كام من كام، النتيجة انت جايب كام وغيرك جايب كام. تمام؟ طيب تعال نشوف دي. طيب فهو عاوز يقولك ان النتيجة في النظام الجديد مش بالدرجات، ما ينفعش تستخدم موضوع الدرجات القديمة، ده موضوع احصاء، موضوع احصاء، لان الامتحان فيه افكار، والافكار دي مش كل الطلبه هتقفلها. عشان كده انتوا بتقولوا ايه المدرسين مش عارفين يحلوه. طب ما بيبقى في افكار، بيدي فكره وفكره صعبه وفكره سهله، علشان هو ايه بيشوف تقييم الطلاب. مش كل الطلاب هيقفلوا الامتحان زي زمان، لغى فكره تقفيل الامتحان دي، مفيش حاجه اسمها اقفل الامتحان. تمام؟ لانك مش هتقدر تحل كل الافكار ابدا، عشان كده الدرجات ايه متفاوته. تمام؟ طيب هل نظام الترتيب ده اختراع مصري مثلا؟ للأسف لا، ده في امتحانات دولية كتير بتتبع الترتيب من ده. امتحان بيعادل الجي ار اي الدرجات، زي مثلا امتحان بكالوريوس في الفيزياء او الرياضيات او الى اخره. المهم بقى تدخل الامتحان تدعي وتقول يا رب غيري ما يعرفش، مع ان العادي انك تدعي وتقول ايه يا رب يحل. فهو عاوز يفهمك ايه الاستاذ بتاع الاحصاء اللي شارح المساله، انك انت يا رب انا اعرف وغيري ما يعرفش عشان انا اطلع الاول. ليه بقى؟ لان لو غيرك عرف هيجيب اعلى منك وهكذا. تمام؟ طيب وتدعي وتقول يا رب غير ما يعرفش، مع ان العادي انك تدعي وتقول ايه يا رب كله يحل، يا رب انا اعرف احل، لان الامتحان بيعتمد على الترتيب وليس على ايه، وليس على الدرجات او الايه النمر يعني كده. بقى يبقى مش مهم انت جبت كام في المادة دي، امال ايه المهم؟ المهم ان درجتك ايه، مش مهم انت جبت كام، المهم ان ترتيبك كام على الدفعة، هي دي الحاجة الأهم. إن أهم حاجة ترتيبك، إنك تكون جايب درجات أعلى من الآخرين، علشان تعرف إيه، علشان تعرف تنجح أو تحصل على كلية كويسة. طيب ناس بتسأل بقى إنها إن ترتيبها يعني قل أو زاد. فعلا ممكن ده يحصل، لأننا اتفقنا إن هي مش درجة. مش درجة إزاي؟ كلما على الآخرون كل ما نقصت أنت، وكل ما عليت أنت نقص الآخرون. تمام؟ فمثلا لو واحد عمل تظلم وزاد درجتين مثلا، فكده الترتيب لباقي الطلاب هيتغير. ازاي بقى هيتغير؟ لاني انا مثلا كنت جايب 9 من 10 وهو كان جايب 7 من 10، فكنت انا الاول. حلو كده؟ جه هو عمل تظلم وزاد درجتين وبقى 9 من 10، يبقى زيي او يعلى عني وهكذا، لو هو جاب اكتر يعني. تمام؟ فمثلا فكده الترتيب لباقي الطلبة هيتغير. ونرجع تاني نقول ان بنظام الدرجات القديمة لو كنت جايب 80 من 100، ركز 80 من 100، وعملت تظلم ولقيت نفسك 82 من 100، هيكون درجات باقي الطلاب زي ما هي. لكن احنا بنتكلم على يعني الطلاب التانيين هيبقى درجاتهم زي ما هم، كل واحد جاب الدرجة اللي هو جابها، بس ايه هينقصوا وانت تعلى فوقيهم عشان انت زدت درجتين. وصلت؟ تمام؟ احنا بنتكلم على ترتيب وليس درجات. طيب ممكن نوضح المفهوم للنتيجة من ناحية الرياضيات. ركز في النقطة اللي جاية، احنا هنضرب أمثلة ونوضح بيها تاني. بيقول لك تخيل ان اللون الأزرق امتياز. تمام؟ امتياز اللون الأزرق
امتياز، حلو قوي. طيب بس ايه، احنا ده تخيل، ده مش حقيقة. اللون الازرق امتياز، يعني من 85 ل 100، فاللي جايب زيادة عن 85 في الامتياز، واللي اقل من 85 يبقى مش امتياز، تمام. اللون الاخضر هنعتبره جيد جدا، جيد جدا يعني من كام؟ من 70 ل 85، من 70% ل 85%. واللون الاصفر مثلا جيد، يعني من 50 لحد 70 دي، تمام. طيب اللون الابيض ضعيف او راسب، يعني مش ناجح، اللي هو ايه، اللي هو ضعيف او ضعيف جدا، تمام، اقل من 50 درجة. وهأكد تاني ان الرقم تحت العمود، ارتفاع النقطة السوداء في العمود، ده مش درجتك. ركز بقى، انت دلوقتي بتعرف نفسك ناجح او مش ناجح من خلال النقطة السوداء. انا هجيب لك نقطة سوداء واوريك الدنيا ماشية ازاي. بص كده معايا على الصورة دي، هنعتبر الراجل ده هنا النقطة السوداء بتاعته اهي، صح؟ دي مش درجة نجاحك، ولا دي ولا دي، النقط السوداء دي مش درجات نجاح. امال ايه؟ النقطة السوداء دي اهم حاجة، الشرطتين اللي فوقيها دي، متوسط طلاب الجمهورية، هي دي اهم حاجة، تمام. فاذا الراجل ده في الاصفر ناجح قوي، ناجح، لا مش ناجح. عارف ليه؟ لان هو مش محصل متوسط مستوى الجمهورية، تمام. ممكن يكون هنا اهو، بص بص بينه وبين الابيض قد ايه، بس شوف الطلبة فين، شوف الطلبة فين وهو فين، فاهم؟ يبقى الطلبة فوقيك، فالنجاح هنا بالترتيب وليس بالدرجة، تمام. فالراجل بيقول ارتفاع النقطة السوداء في العمود ده مش درجتك في المادة، ده ترتيبك، ده ترتيبك. يعني لو كانت النقطة السوداء في الأصفر زي ما انتوا شفتوها كده، والرقم تحت العمود 37، الرقم تحت العمود 37 مثلا، فانت كده ناجح، لكن ترتيبك ال 63 على ايه؟ على مستوى الجمهورية. هفهمها لكم ازاي؟ دلوقتي بص معايا في الصورة دي كويس، تمام، اللي هي هنا دي. الراجل ده احنا من 400، قول هي من 100، اعتبرها من 100، ماشي؟ هعملها لك على نفس المثال اللي هنا، هي من 100 اهي، تمام؟ طيب النقطة السوداء، أنا بتكلم عن المادة دي اللي هي الأحياء، النقطة السوداء هو بيقول لك لو كانت نقطة صفر أصفر والرقم تحت العمود 37، يعني هنعتبر الرقم اللي هنا ده 37، اللي هو ده 37، يبقى أنت بينك وبين الطلبة 37، يبقى أنت ترتيبك 63 على الجمهورية، تمام؟ ترتيبك 63 على الجمهورية. تعال احسبها لك على اللي هنا بالظبط بقى. هنا الراجل ده جايب 307، 307، وهنا هنا طبعا من 400، اللي تحت كام؟ 200. ال 200 من ال 400 كام؟ 200 من 400 يبقى باقي 200. طب هو جايب 307، يبقى ناقص كام عشان يوصل 400؟ طبعا ناقص بالظبط 93، 93 درجة عشان يكمل ال 400. هقسم على ال 100، هتطلع معايا مثلا بايه؟ لو قسمت على ال 100 في ال 400، هتطلع معايا ان ده ترتيبه ال 80 على الدفعة، ده ترتيبه ال 80 على الدفعة، يبقى هو كده ايه ترتيبه، شايفين؟ 80 على الدفعة، لان هم سابقينه بالمسافة دي، تمام؟ وهكذا. طيب نكمل تاني. بعدين الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك طبعا هي دي الدرجه، ان الدرجه، موضوع الدرجات في النظام القديم خلاص انساه خالص، مفيش حاجه اسمها نظام قديم. وده بيقول لك ده مش اختراع مصري، دي طريقه تقييم كل مدارس العالم، بس الفرق هما بيعملوها حروف واحنا عاملينها ايه؟ الوان، يعني علشان نقاط سودا وكده عشان الناس تفهمها اكتر. طيب ثانيا بقى، النتيجه كانت معلنه سابقا قبل ترتيبك بدون برسنتايل، بدون ما يدخل عليها مصطلح الاحصاء اللي احنا قلناه، اللي هي كانت الوان بس الاول، كانت تعرف درجتك، قلنا ده مش درجه، مفيش حد هيعرف درجته، ده مش درجه، ده بتدل على ترتيبك في الجمهوريه. معناها بقى كل ما النقطه السوداء تكون اعلى، كل ما يكون ترتيبك مع الاوائل، ولو النقطه السوداء موجوده في اعلى العمود يبقى انت كده الاول على الدفعه، على الدفعه كلها في الماده دي، تمام، او على الجمهوريه كمان. اما لو موجوده في قاع العمود، اعرف انك انت اخر طالب او افشل طالب على مستوى الجمهوريه. اتفقنا بقى، كل ما الرقم ده يزيد او ما يقابلها، كل ما النقطه السوداء تكون فين؟ كل ما النقطه السوداء تكون اعلى عن كل ما تكون متفوقك اكثر، تمام. ها بص كده، الولد ده اللي انا بتكلم عنه جايب هنا النقطه السوداء في الاصفر اهو، هو بقى خلينا في المربع الرابع اللي هي الرياضه دي، الناس كلها جايبه في 355، متوسط الدفعه جايب 355، هو عداهم، يبقى هو كده متفوق اكثر، لان هو فاق الايه، فاق الرقم اللي هم، كل ما الرقم ده يزيد، تمام، هو عالي عنه، يبقى هو زاد عنه، يبقى انت تفوقت اكتر. دي الحته اللي هو ايه بيقولها. تعالوا نشوف ثالثا بقى.
المتوسط على الجمهورية. طبعا انتوا خدتوا درس الوسيط في الرياضة، هي بالظبط زي درس الوسيط في الرياضة بالظبط، هي هي. تخيل كده، هديك مثال، اننا جمعنا كل درجات الطلاب في المادة الواحدة وحسبنا المتوسط بتاعهم طلع 80 من 100، يبقى متوسط الطلاب جايبين كام؟ 80%. في المتوسط هو قيمة إحصائية اللي هو المتوسط الحسابي اللي بنسميه إيه؟ اللي بنسميه الوسيط يعني، تمام؟ بيقول لك دي حتة مهمة عشان تعرف مستواك، لو المتوسط ده كان 80 من 100 فده هيديك لون أخضر في الترتيب، تمام؟ ومثلا لو مسكنا زي اللغة العربية 60 مثلا في البرسنتايل بتاعها اللي هو الترتيب، أنت كطالب فوق المتوسط، فوق المتوسط هتبقى طالب متميز. ما انت هتلاقي الدفعة كلها جايبة ايه؟ في ال 80%. انت بقى لو انت فوق المتوسط اللي هو ال 80% ده، جبت مثلا 85%، يبقى انت كده طالب متميز. طب لو انت جبت ايه بقى؟ جبت عند المتوسط ده، يعني جبت ال 80% دي، يبقى انت كده طالب عادي زيك زي بقية الطلبة، تمام؟ طب لو جبت اقل من المتوسط، يبقى انت محتاج تحسن مستواك وتحسن نفسك. فهمتوها؟ يبقى النتيجة كلها محشورة في النقطتين بتوع متوسط الطلبة دول. الطالب الراجل بقى بيستنكر على الطالب، يقول له ايه؟ قاعد يدرس الوسيط، حاجة مهمة في الإحصاء اسمها، قاعد يدرس فيها طول عمره، وفي الحقيقة الوسيط ده يعادل، يعني الطالب فوق الخمسين يعادل، هو نظام البرسنتيل اللي هو عملها بيه ده، ترتيب 50 طالب في المتوسط، والطالب على الأقل من 50، ده طالب تحت المتوسط، يعني أنت عندك 50 طالب وعملت لهم المتوسط، والمتوسط طلع 50، الطالب اللي جايب 50 يبقى ده في المتوسط، واللي جايب تحت ال 50 يبقى ده تحت الايه؟ تحت المتوسط. او بطريقه اخرى، لو النقطه السوداء فوق منتصف العمود هيكون مستواك فوق المتميز. ركز بقى، لو النقطه السوداء فوق منتصف العمود هيكون مستواك فوق المتوسط، ولو اسفل هيكون تحت المتوسط، تمام؟ كده اعتقد اني وضحت لكم معنى الدرجات بالنظام الجديد، واتمنى ان التعديل بكره يكون للافضل وليس بالرجوع لطريقه الحساب القديمه. وايه بقى، لا تدرس، ومع ان الموضوع ده اللي هو البرسنتايل ما بيدرسش في المدارس المصريه ولكن تدرس في بعض الجامعات، الا انها طريقه دقيقه لمعرفه مستوى الطالب الحقيقي زي ما الوزير قال، يعني الاستاذ محمد المنير مدرس الرياضيات. الف شكر للتوضيح ليه طبعا، ويا رب تكونوا استفدتوا. اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه